أنت وأمي يا حسين بأبي أنت وأمي يا عفيرا يا عفيرا في الفلا طحنت آخ من ترى أكمل في القف المسيرة بعدما خر الهدى عند الظهيرة يعني في مثل هذا الوقت الإمام الحسين عليه السلام خر من على جواده بعدما خر الهدى عند الظهيرة حسين تلك أعطاه كثيرا وحسينا أم رسول الله أجلاه عفيرا أي كف رفع شيخ العشيرة أم تراه صار أشلاء كثيرا وحسينا وحسينا لست أنساه بتلك الوطية رب ضربت أضلاعه الأعوبية لست أنساه بتلك الوطية رب ضربت أضلاعه الأعوجية بأبي من ضامئين وبأمي قد بكى العرش لتلك الرزية قد بكى العرش لتلك الرزية قد بكى العرش لتلك الرزية ذلك الصدر الذي قبل طه تراه فاطم على عراه أي دمع لو جرايا وي أساها وذبيحا ذلك الصدر الذي فلقاها لو تراه فوق تل الحزن شنعه زينب فوق تل الحزن شنعه زينب حالها صعب وفي الدرب أصعب يا أخي نادته قوم لليتامى يا أخي نادته قوم لليتامى إن من دللتها اليوم تضرب إن من دللتها اليوم تضرب
وزينبا. ذلك الصدر الذي قبل طه لو تراه فاطم ماذا عراها. أي دمع لو جرى يروي أساها. تلك أوصال حسين في ثراها. تلك أوصال حسين في ثراها. فوق تل الحزن تنعاه زينب. حالها صعب وفي الدرب أصعب. يا أخي نادته قوم لليتامى. إن من دللتها اليوم تضرب. إن من دللتها اليوم تضرب. آه يا أخي ما كان ظني أن أرى هذه الرزايا. إخوتي فوق الصعيد والنساء تأمضي سبايا. يا أخي ما كان ظني أن أرى هذه الرزايا. إخوتي فوق الصعيد والنساء تمضي سبايا. أيها الكف التي تمسح دمعي أين عني في البلاء. أيها الحسن الذي ضم شجوني وصغاري ونسائي. أيها الكف التي تمسح دمعي. أيها الكف التي تمسح دمعي. أيها الكف التي تمسح دمعي. أين عني في البلاء. أيها الحسن الذي ضم شجوني وصغاري ونسائي. ليتني قبلك مت حالتي والله صعبة. أنت أدرى يا ابن أمي أن فقد الأهل غربة. ليتني قبلك مت حالتي والله صعبة. أنت أدرى يا ابن أمي أن فقد الأهل غربة. أن فقد الأهل غربة. كيف أرنو رأسك الغالي قطيعا وهو يحوي ذكرياتي. كلما لاح الأسى كلما لاح لعيني يا حبيبي خنقتني عبراتي. خنقتني عبراتي. بأبي أنت وأمي يا حسين. بأبي أنت وأمي يا عفيرا يا عفيرا بالفلات طحنته العاد. يا عفيرا بالفلات طحنته العاد. بأبي